قررت الحكومة اللبنانية تكليف وزير العدل بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة والارتفاع الكبير غير المبرر للدولار. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ للحكومة اللبنانية، كشفت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد عن أن الحكومة قررت تشكيل خلية أزمة تضم قادة أمنيين مهمتها متابعة تطورات الوضع النقدي. تكليف وزيرة العدل وسندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما أثير ويثار من وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطني، والذي أدى إلى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الأفعال الجرمية المنصوص عنها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، تمهيدا لإحالة ما ينتج عن تلك التحقيقات من دعاوى على القضاء المختص بما فيها المجلس العدلي. 2. تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الاقتصاد والتجارة، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزير الصناعة، وزيرة الإعلام، حاكم مصرف لبنان، رئيس جمعية المصارف، نقيب الصرافين في لبنان والمدير العام للأمن العام، تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات، وعلى أن تجتمع هذه الخلية في وزارة المالية مرتين في الأسبوع على الأقل، ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريراً مفصلاً عن تلك التطورات، وترفع خلاصة عملها بشكل دوري إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء. للمزيد من المتابعة عبر الهاتف تنضم إلينا من بيروت وزيرة الإعلام اللبنانية السيدة منال عبد الصمد. أهلاً بك معالي الوزيرة. مساء الخير يا هلا. نعم، إذا كان من قرارات اجتماعات الحكومة اليوم فتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة والارتفاع الكبير غير المبرر للدولار. البعض يتساءل، إذا هل هذه القرارات ستكون كافية لتلبية مطالب الشعب اللبناني؟ ما في أي قرار بكون كافي، بس على الأقل بكون أخذنا قرارات بالطريق الصحيح، وهيدي لازم تترافق مع قرارات أخرى بغير أطر، ولازم تترافق مع اجراءات تنفيذيه وتطبيق فعلي، لانه اذا قرار ما تطبق ما بكون حقق هدفه. نعم، ولكن اسمحي لي في هذا السؤال معالي الوزيره، يعني بعض الاراء اللبنانيه ايضا تقول لماذا لم يتم اتخاذ هذه القرارات منذ تشكيل حكومه حسان دياب او منذ بدا العمل في حكومه حسان دياب؟ نحن عم ناخذ قرارات تدريجيه و عم تكون تباعا على ضوء التطورات، وكل قرار بناخذه في حال ما حقق اهدافه عم نقوم بقرارات تصعيديه اكثر. نحن ببدايه عهدنا بلشنا كان الدولار ب 2000 ليره، هلا صرنا عم نحكي ب 3000 وب 4000، فعليا لما كان بال 2000 كنا نحن مأكدين على انه نحن في تعاون مع مصرف لبنان اللي هو مسؤول عن السياسه النقديه بالبلد، فكنا نحن على تنسيق معهم وعم نجرب دائما في توصيات لحتى نقدر نضبط الوضع النقدي، وعندما وصلت الامور لهذا الحد بدانا باجراءات اخرى، وايضا هناك اجراءات رح تكون تدريجيه تصعيديه لمزيد من الحلول لحتى نقدر بالنهايه نلاقي حل لهالمشكله، وهلا وصلنا لخليه ازمه بيننا وبين حاكم مصرف لبنان، وايضا القوى الامنيه رح تكون مؤازرة لكل عملنا لحتى نقدر نقمع أي تجاوزات في هذا الموضوع. ولكن في ذات الإطار معالي الوزيرة، يعني أيضا اسمحي لي، البعض يتخوف أن يفيض الكيل بالشعب اللبناني، خاصة أننا ونحن نتحدث الآن هناك أنباء عن اعتداءات على بعض المحال في وسط بيروت. لا شك الشعب اللبناني هو حقيقة هو الخاسر والمتضرر، ونحن بنأسف أنه وصلنا لهيدي المرحلة يلي الشعب جاع فيها، ويلي عنا بالفعل عنا مشكلة اقتصادية واجتماعية كبيرة. نحن بنقول دايما أنه لبنان قوي، وبنقدر بإرادتنا أن ننتصر على كل العقبات وعلى كل هيدي المشاكل عم نواجهها. بدها أكيد بدها الصبر، بدها القوة والإرادة لنقدر نغير. الشعب حقيقه عم ينطق بظروف كثير صعبه، ونحن جزء من الشعب، ونحن عايشين بهيدي الازمه، وعم نحاول قدر المستطاع بموقع مسؤوليتنا ان نجرب انقاذ ما يمكن انقاذه. المشكله كبيره، ولكن الحل منه مستحيل،
وإن شاء الله على أمل هالأزمة نمرق منها على خير. رئيس لبنان معالي الوزيرة يعني قال في تصريحات أنه ليس له علاقة بهذه الاجتماعات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة اللبنانية، وأن ما يتعلق برصد آخر التطورات الاقتصادية متعلق فقط بالحكومة اللبنانية أو بالقطاع الاقتصادي بالحكومة. كيف من الممكن أن نفسر هذه التصريحات؟ بس أنا قطع الخط بآخر فات إذا في مجال تعديل. نعم، أعيد عليك ربما ما قاله الرئيس اللبناني ميشيل عون، يعني هو قال أنه ليس له علاقة بهذه الاجتماعات التي اتخذتها الحكومة، وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الأمر متروك للقطاع الاقتصادي في الحكومة اللبنانية، حكومة حسان دياب. كيف من الممكن ربما أن نفسر هذه التصريحات أو نفندها معالي الوزيرة؟ نحن خلينا نقول انه لا شك القرارات اللي بتصدر عن الحكومه مجتمعه وعند حضور رئيس الجمهوريه ويترأس هذه الاجتماعات ضمن اطار السلطه التنفيذيه اللي ايضا بتكون عم بتاخذ قرارات تنفيذيه، ولا شك دور رئيس الجمهوريه بهذا الاطار هو عند حضوره كمان عم يكون له اكيد الراي الموجه، ونعتبر انه هو باطار ايجابي عم يحكي انه الحكومه عندها استقلاليتها بقراراتها، وايضا ضمن اطار الاختصاص كل وزاره عندها اختصاصها يلي عم تمارسه يلي عم تقدر انها تصدر قرارات على اساس. إذا مع ما ذكره الرئيس اللبناني ميشيل عون ومع ما تفضلت بذكره معالي الوزيرة، أفهم منك يعني أن الرئيس اللبناني في هذه الاجتماعات كان له حضور شرفي فقط؟ هو حضوره أكيد دائما هو يترأس الجلسة عن حضوره، ولكن لا يصوت، وهو عم بمارس دوره الدستوري يلي حق من حقوقه اللي أيضا عم بمارسها، وكمان عم بيكون العلاقة إيجابية مع الأطراف جميعا. أخيرا معالي الوزيرة، يعني دعيني أسألك ربما عن هذه الاحتجاجات أو المظاهرات في الشارع اللبناني. الآن لبنان يمر بأزمة اقتصادية طاحنة مع وجود العديد من الأزمات، ويزيد عليها أيضا أزمة مستجدة وهي أزمة فيروس كورونا. هذه الاحتجاجات أو المظاهرات كيف من الممكن ربما أن تزيد الأزمة الاقتصادية في لبنان؟ هيدي اكيد التظاهرات هي نتيجه وجع، وهيدا حق مكتسب للشعب اللبناني انه يعبر عن هالوجع ويعبر عن مطالبه في التظاهر، وهيدا بالعكس نحن الاجهزه الامنيه هي تعمل كثير بكل المواقع لحمايه هذه التظاهرات، وحتى نحن عم نعطي توصيات لبس الكمامات واخذ الحيطه والحذر والتباعد عند القيام بهيدا الحق. فنحن كحكومه عم نلحظ وعم نترصد كل المطالب وكل الوجع يلي عم نلمسه من الشعب، وعم نجرب ضمن اطار اكيد مثل ما قلنا انقاذ ما يمكن انقاذه، وعم ناخذ القرارات عم نجرب انها نفعل، ولكن ما فينا بين ليلة وضحاها ان نعالج مشاكل متراكمه من سنوات، هالشيء بيتطلب البعض من الصبر لنقدر نظهر من هالمشاكل، مشان هيك يعني بنحس انه الحلول بطيئه ولكن مجديه وعلى اسس قويه على امل. سؤال اخير سيده منال، اسمحي لي في نهايه هذه المداخله، ماذا ان لم يهدأ الشارع اللبناني كما نرى الان على الشاشه؟ يبدو ان الاحتجاجات والمظاهرات ربما تتصاعد حتى بعد القرارات الاخيره التي تم الاعلان عنها اليوم في المؤتمر الصحفي للحكومه اللبنانيه، ما هي الخطوات اذا التي سيتم اتخاذها؟ نحن اهمنا اهم شيء ضبط الشارع، واهم شيء ما يكون في اي تسيب او تخلف لهيدا الشارع بشكل غير قابل للضبط. هون الاجهزه الامنيه اكيد عم تتحرك مثل ما قلنا باطار ايجابي لحتى تحضن هالجهات اللي عم تجرب انها تعبر عن رايها ومطالبها، ولكن من جهه اخرى لمنع اي تجاوزات او اي تفلت امني ممكن انه ايضا يهدد الاملاك العامه والاملاك الخاصه، وممكن انه كمان يؤدي الى اي تسيب او يمكن فتنه بمحل ما. فمفترض ان شاء الله يعني نقدر نخلص من هيدي الأزمة بسلام وتنحل هالمشكلة. نعم، من بيروت وزيرة الإعلام اللبنانية السيدة منال عبد الصمد، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، شكرا لك.